ما وصف بنشوة النجاح الخادع في القرم ومن بعدها في سوريا، شجعت بوتين على الدخول بثقة متناهية إلى المسرح الأوكراني، لكن بعض الخبراء وصفوا قرار الرئيس الروسي بأنه كان قائماً على معطيات مغلوطة. كان هناك الكثير من التضليل، ليس لبوتين فقط ولكن للأشخاص الموجودين في دائرته الصغرى، وأكبر مثال على ذلك هو وزير الدفاع سيرجي شويغو الذي في الأغلب بالغ في تقدير إمكانيات الجيش الروسي لإنجاز عملية بهذا الحجم، وربما كان هو أيضا مضللا من كبار الضباط فيما يتعلق بمدى جاهزية المعدات والأفراد.